السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على iTwin. iTwin دي منصة من شركة بنتلي مهتمية بالديجيتال توين او التوأم الرقمي. يبقى عندك نموذج للمدينة كلها، بتاخد كل الداتا الخاصة بيها، سلك الكهرباء، سلك الغاز، سلك الطاقة، كل حاجة بتظهر عندك على لوحة التحكم او الداشبورد. خلينا نشوف كده نموذج سريع المدينة اهيت. حتى ممكن اثناء التنفيذ، وهي اصلا مركزة على اثناء التشغيل. لو انت عندك الواح شمسية وعندك بتولد من الرياح، كل ده بتجيلك الداتا بتاعته. لو في حاجة فيها مثلا بدأت تولد بشكل اقل، هيبدأ ينبهك ان في مشكلة. ممكن يكون في مثلا الرياح قليلة، او الطاقة الشمسية مثلا في غبار، او في حاجة زي كده. فده كله ده بعمل له حاجة بالليزر سكان، بحيث ان انت تقدر ان انت تشوفه وتتابع كل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف امثلة. الجميل ان هو اوبن سورس، يعني الناس عاملاه اوبن سورس، تقدر ان انت تحمله عندك على الجهاز وتقدر تعدل فيه وتقدر ان انت تشتغل بيه بدون اي مشاكل خالص. هنا اي عناصر بتتغير، في كلاش ريفيو، في المابنج ويت، في الاي موديل. خلينا نفتح. ده الكود اهوت، دي حاجة جميلة جدا. انت شايف الكود ومتأكد ان مفيش اي ملفات تجسس ولا حاجة خالص. وهنا ده الاي موديل، تقدر تعمل زوم او تقدر تشوف اي واحد فيهم. ممكن يبقى عندك اكتر من مبنى او اكتر من حاجة، وتقدر بس ان انت تدخل وتشوفهم بالشكل دوت. وتقدر ان انت تقول له انا عايز اشوف الابديت او مش عايز اشوف الابديت، او تشينج، عايز اشوف التعديلات اللي حصلت او التغيرات اللي حصلت، وعايز اشوف الباك جراوند ماب مثلا. كل ده هيظهر عندك في قلب الموديل بتاعك، وتقدر تقيس منه لو انت حابب، عايز تعرف مقاس حاجة معينة. وفي سنسور موجود في قلب المكان، في اي حاجة بتحصل بتبدأ انها تظهر معاك. عندنا هنا change element API، change element app، وهكذا. ده الملف الاوبن سورس، الملف الاوبن سورس. وعندنا هنا بدخل على my iTwins. او مدي نسخة تجريبية لمدة 90 يوم. بيقول انت ممكن تبدأ بالفيور، وممكن تعمل كاستمايز، وممكن تضيف شو كويس ويت. طيب خلينا نبدأ بالفيور اب اهوت. طبعا مفروض ان انت تسطب البرامج ديت، يعني انت تحتاج مبرمج كده على بسيط كده يبدأ معاك، لان هي الاكواد مكتوبة، مجرد بس بتخصص بعض الداتا. طيب انا جيت هنا عند اسمي وقلت له انا عايز اشوف ماي اب او ماي iTwins، فدخلني هنا هقول له انا عايز اشوف ماي iTwins. هقول له ان انا عايز واحد جديد نيو، وهدي له مثلا اسم بيم اريبيا، وده هتحطه في اني كلاس في البروجكت المشاريع. هنا الاي موديل ممكن اقول له انا عايز واحد جديد، وهندي له مثلا اسم معين والديسكريبشن. وانت عايز تعمله من البنتري سامبل او انتري اي موديل، او عندك انت حاجة تقدر انت ترفعها.
بيقول لي عايز ايه مثلا، هقول له ان انا عايز المدينة ديت سيف، فيبدأ يعمل لي كرييت ويبدأ يحط لي الموديل اللي انا اخترته، فبيظهر معايا بالشكل دوت، وتقدر تراقب كل حاجة بتحصل في المشروع بتاعك، يديك تنبيهات ان في اي حاجة فيها مشاكل، تقدر تخفي وتظهر من هنا في حاجة مش عايز تخفيها. طب انا عايز اخفي جزئي، ادوس على السهم دوت واقول له انا عايز اخفي بعض العناصر مش كل العناصر، وهنا الهوم الصفحة الرئيسية، هنا الفيور، هنا السنكولايزيشن، ممكن تعمل سنكولايزيشن مع بعض الملفات، ممكن ترفع ملف تاني، ممكن تشوف لو في تعديلات. طبعا احنا لسه رافعينه، ما اعتقدش ان يكون لسه لحق، لو في اي تعديلات هيبدأ ان هو يقول لك عليها، مثلا يقول لك ان في حاجة اتغيرت، في حاجة اتكسرت، في حاجة اتصلحت، وهكذا. ممكن نقول له فيور فايل اي موديل كونسل، كل الحاجات دي موجودة. تقدر اي واحد فيهم تقول له انا عايز اعمل ايديت ليها، او عايز اعمل مانج، او عايز اعمل لها ريفريش. هنا الرياليتي داتا تقدر ان انت تضيفها حاجة جديدة، مثلا الكتريكال، كده انت عملت حاجة خاصة بيك، او يعني فعلت حاجة خاصة بيك. تقدر تعمل زوم وتشوف المدينة اهو بدرجة تفاصيل كبيرة جدا. بس التوفيق ان شاء الله، انا بجربه لمدة 90 يوم اهوت.